ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. نختم بصحيح البخاري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معه مع النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة: نفعنا بعلوم وعلوم الصالحين في صحيحه كتاب الجهاد والسيرة. قال: باب الخروج في رمضان. قال الإمام رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله. علي بن عبد الله المديني شيخ الإمام في العلل. قال: حدثنا سفيان. سفيان هو ابن عينة. عليكم السلام ورحمة الله. تأخرت جدا أسندك. سفيان هو ابن عينة. طيب هنا أحمد لما؟ لما مع أنه أطلقه؟ خليه يلقنك، ما بيلقن مصير برضه. القريب المجاور له حكم المجاور. تفضل. السياق من المفسرات. السياق من المفسرات. اطلع برا، اطلع برا بالله. هو قال لك ذلك؟ هو بيجود. هو بيجود يعني. هو عشان بلاش تلقين محر. يعني ابن علينا والثوري روى عن الزهري. لكن الثوري من أقلان علي بن المديني. هو بقى مش عايز هو الثوري مش من أقلان علي بن المديني. لا هو لا ده علي بن المديني أقل طبقة. الثوري فوق طبقة وممكن يكون فوق طبقة أخرى. فلأن علي بن المديني لا يروى عن الثوري قط. علي بن المديني بيروى عن ابن عينة شيخ المباشر ابن عينة. ولذلك الإمام أحمد حتى ما أدرك مالك والثوري بعده هي قبله. فلذلك أحمد قال حزننا أننا المدرك مالك فأعاضنا الله عنه بابن عينة. كذلك ابن المديني فهو سفيان ابن عينة. نعم. عندما تجد علم المديني وتجد سفيان مطلقا وده كثير جدا في البخاري يعلم أنه ابن عينة. نعم. قال: حدثنا الزهري. الزهري أمير المؤمنين في الحديث. عن عبيد الله. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة من لطائف ما قيل فيها. استاذ احمد اكيد بقى انت خلاص اكلت وشبعت وعرفت وانتهى الموضوع الف مره. قيل ما جلست احد الا استوعبته الا عبيد الله. طب ليه ما يا استاذ احمد قول؟ شده الفقه. من وين بقى يا حبيبي؟ كان تتجدد المسائل. يعني كانت تتجدد المسائل. بص بقى دخلنا ده المجنون اهو. شوف هي تاثير. احمد الخشطه المفروض استوعب ايه؟ هو من فقهاء السبعه. خلاص خدت اللي عندي فلا تتكلم بعد ذلك. الفقيه لا ينتهي. الفقيه لا ينتهي. انا اقول مادته اصلي ملكه لا تؤخذ الا من ملقن. فافهموا بقى الذي يريد. يعني ما يصل الى الدرجه هذه الا عند التاسيس من ملقن اصلا. فاهمين؟ وبعدين تتنامى الملكه. ابن عباس كان يطعمه العلم اطعاما. ابن عباس كان رجلا فقيها فحلا. فكان لا يعطيه التلقين، يعطيه ليش؟ يعطيه اساسات الغوص. فكان الملكه كانت عنده تزداد. فرجال زهري قال: ما يمكن ايش يعني استوعب ما عنده. قال عن ابن عباس رضي الله عنه: عن عباس رضي الله عنهما وهو من السبع المثنين على النبي الامين ترجمان القرآن من عبد الله الأربعة أثري. ماشي يا كريم. نعم. لكن النبي كان بياكل تمر وهو في الدرس. ابن عباس ما كانش بياكل مشمش وهو في الدرس. لا نعم. لكن النبي كان بياكل تمر وهو إيش في الدرس بينه وبين الصحابة، بين التمر والتمرتين. يعني لا نحك إلا بدليل. تفضل. الشيخ كريم ده سيدنا ايوه ترسنا والله. انت كريم؟ بس لو كنت قاعد في مصر عبد الله بن عباس تنزلون دلوقتي في مكه، يعني هو في مكه عشان ابن عباس مش عارف. بس تعرف اقسم بالله كريم هذا لم ينتبه لنفسه. ولو انتبه انا بكلم بحق والله. والى الان هو فضل لا فعلا عنده. هو سيدي. عقليته فزه. هو سيدي بس عايز يعمل ايه؟ نعم هيعمل ايه؟ اذا نقرصه ولا نتركه؟ أدام الله عليكم الخير. هذا حديث فيه خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. ذكر حديث ابن عباس. أنت قلت المت. طب تفضل. قال عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان
فصام حتى بلغ الكليل أفطر. قال سفيان رحمه الله: قال الزهري: قال أخبرني عبيد الله عن ابن عباس وساق الحديث. نعم، هنا ذكر الحديث في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان فصام حتى بلغ الكديد فأفطر، وده كان أصلا رايح يعمل إيه؟ كان فتح مكة عليك بالسلام وبركاته. الله أكبر، ربي يرضى عنك يا دكتور مازن، حفظك ربي، أحسن الله عليك وشكر الله لك. ما أدري، أريد أن أقول يعني أنت من الزمن الجميل، تعرف عبد الله المبارك جعلك الله جل في علاه في وزانه، وجعلك الله تسير في سيره، والهمني الله إياك الإخلاص، وجعلها إخلاص لوجه الله الكريم. فعلم أخي الكريم ما كان لا إدامة واتصل، ما كان لا انقطع فصل. نور كنزي، أنا سألت عنك، قالوا لي لا ما تغيب. طبعا سألت عنك باسمك الحقيقي، قالوا لا تغيب ولكن تدخل بنور. أهو الآن أنا ضبطت نور، أنت داخلة في آخر الدروس، آخر الدروس، وهذا تقاعس، أريد إجابة عن هذا التقاعس. أقول إخوتي الكرام، لا شك أن الخروج في رمضان جائز، وللمسافر أن يصوم أو يفطر، والخيار له، بخلاف ما قال الفقهاء. تفضل. فقد روي عن علي بن أبي طالب أنه قال: من أدرك رمضان وهو مقيم ثم سافر لازمه الصوم، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فلا يصوم. هذا قاله الشافعية والحنابلة، الجمهور يقولون بذلك. من شهد يعني في اليوم الذي كان صائما فيه فسافر، أنشأ سفرا لا فطر له، لأنه اجتمع عنده حاضر ومبيح فغلبه الحرم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر النبي صلى الله عليه وسلم هو على السفر، وكما قلنا في هذا الباب ففيها دلالة. احنا سأكد كلام رائع أقرأه إن شاء الله بعد الكلام في هذا. فقالوا لازمه الصوم القولي، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال عبيد أبو مجلس: قال هذا القول مردود بالحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر فأفطر. هم يقولون يعني ممكن الحديث يرد عليه صراحة. من وين بقى يرد عليه؟ إذا أسعد، من وين؟ كريم، من وين يرد على الحديث؟ ما لسه شيخ قرأ، ما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان فصام حتى بلغ الكديد فأفطر. ما شاء الله يسلمك. أفطر الجهاد. ممتاز. أن اليوم الذي أفطر فيه عليه الصلاة والسلام كان أنشأ الصوم ومسافره. هو ما هو ده لازم تجيبه. هم هيرد عليهم، نقول لهم: انتم اتيتم بالدليل، الدليل اعم من الدعوه، الدليل اعم من الدعوه، لان الدعوه ان يكون صائما فافطر، هذه الدعوه، وانتم دليلكم محتمل فقط يتضمنه العموم، صحيح ولا لا؟ فنقول الدليل اعم من ايش؟ من الدعوة. الدليل أعم من الدعوة. احنا قلنا هذه المسألة فيها ما فيها، يعني يرد عليهم بأدلة ضعيفة بعض الشيء وأدلة قوية. ضعيف بعض الشيء يقول بأن أنس قال: كنا على سفر فمنا المفطر ومنا الصائم، لا يعب هذا على ذاك. فهو يمكن لنا أن نقول عمومه أيضا يدخل تحته إيش؟ أن الذي أفطر وقد أنشأ صوما، أو أفطر وهو في الطريق. وارد ولا غير وارد؟ وارد. يمكن أن نقول هذا أيضا دخلت في نفس دائرة الدليل أعم من إيه؟ من الدعوة. يقال له لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم على الصوم قال أن إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، ولو كان الأمر على الاحتراز في شيء لبينه. فلما سكت علمنا أن السورة التي نريدها نزلت تحت 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 العام. نعم. بس ننهي بس. وجماعة الفقهاء على خلاف قوله: كما سلف الصيام، والمراد شهود جميعي لا شهود أوله، وكان هذا سنة 8. قيل له: إن الناس صاموا حين رأوك صمت فأفطر، وقال: تقووا لعدوكم فأفطر بعد العصر. شوف انظر، شوف بعد العصر يعني انتهى، يبقى اليوم، لكن هو أسوة. لذلك ابن تيمية كان في الجهاد مع التتار يأكل، هو ما يريد الفطر، يأكل ويري الناس أنه يأكل من أجل إيش؟ أن يفطروا تأسيا به والقوة على العدو. فلما صام بعضهم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولئك العصاة، أولئك العصاة، أولئك أولئك العصاة. وهذا فيه دلالة أيضا على أنه يجوز الصوم في السفر لمن قوي عليه، بل هو الأفضل. ولذلك قال الراوي: قال أنس: وما يعني كنا يضع أحدنا يده على رأسه من شدة الحر. وقال: وما منا من صائم إلا رسول الله وعبد الله
من الرواح. وهذه فيها أن من قوي على ذلك الأولى أن تبرأ ذمته، إلا أن يضعف فيقال له ليس من البر الصيام في السفر. احتج بالخطاب عن الفطر أفضل من الصوم عند الضعف، عند الضعف. ومذهب الشافعي وابن حبيب واحتج به مالك أنه صلى الله عليه وسلم صام، فلما قيل له صام الناس بصيامك أفطر. يعني المزني من الشافعي خرج عن الشافعي وقال بهذا الحديث على أنه يجوز لمن أنشأ سفرا صائما أن يفطر، فهم وهموه، الشافعية وهموه وقالوا الكديد بينها وبين مكة أيام، وقال أفطر في الكديد، يبقى إذن ليس في النزاع، فهمتم؟ لكن نحن نقول باللزوم، باللزوم، لأنه ما دام مسافرا وقد جاء الشرع وجاءت الآيات قال جاءت الآيات بقول الله تعالى عليه لو أمريكا جاءت الآيات موضحة لذلك في الآيات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر. وعلى سفر هنا يبقى حبيبي ناكر في ساق الشرط تفيد إيه؟ العموم. يبقى أنشأ سفرا وكان على السفر أو كان مسافرا، ففي الحالتين له إيه؟ له الفطر بقولي بل عند ابن حزم فليفطر، له الفطر بقولي إيش؟ فأفطر فعلي عدة من أيام أخرى. نعم، الفوائد المستنبطة، فعل النبي تشريع يبقى على عمومه ما لم تأتي قرينة تخصصه. إذا اجتمع حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح إلا في دليل خاص، في دليل خاص يقوي المبيح على الحاضر. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم، فإن الهموم بقدر الهمم، إن الهموم بقدر الهمم، إن الهموم بقدر الهمم.